كما كتشوف اخويا راه جينا شدينا الطريق من السينيغال، بقيت نهار اسكال في السينيغال، عاود تخط طياره اخرى تجيش بها لسان بيدرو. هادشي كامل غير باش نربحوا هاد الكوب ان شاء الله. هو خويا توقعات راه الكوب ديالنا خاصنا نديوه كيف ما كانوا، خاص الشيبي ينقص من هذوك التدخلات مع عباد الله، راه محتاجينو لخد حمراء، راه ما عندناش اللي غيلعب في ذاك البوست. وزياش وحكيمي وهذوك راه بلا ما تهضر عليهم، راهم قادين بهذا الغرض هذا ان شاء الله. وهذا الميسيو غتكمل ان شاء الله في سان بيدرو وغنجيبو الكوبا ان شاء الله. خويا الرساله ديالي لك الجماهير المغربيه اللي باغا تجي من كوت ديفوار، الرساله خاصها تكون للمسؤولين اللي كاينين في البلاد هما يساعدوهم باش يجيو هنا. كاينين الناس هنا راه مستر عليهم الله، راه كاين وحدين راه ما عندهمش، ما كاينش، ما خاصهم فلوس باش يجيبوهم لهاد الكونتات، ديروا لهم 2000 درهم 3000 درهم، راه داروها غير في دي كاليفيكاسيون. اما حنا لاعبين على كوب دافريك ومن المرشحين بهاد الكوب، يعني عاونوا المغاربه باش يكونوا بزاف باش نربحوا. راه الجزائريه راه دايرين 2000 درهم طياره، 1500 درهم طياره، حنا جايين ب 8000 درهم 9000 درهم. واش واحد ما عندوش غيجيب 9000 درهم؟ غيمشي يشفر باش يجي يتفرج في حكيمي. ومن الاحسن تكون التفاته من الجامعه الملكيه المغربيه.